حلو كده الشوربه بتاعتنا تمام. يلا نعمل المكرونه. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مكرونه صعيدي. يعني ايه مكرونه صعيدي؟ انا اصلا من المنيا، بس طبعا هم هناك مش هيعملوا المكرونه، المكرونه هناك بتتحمر وبس، بتحط لها شويه مرقه ملح وفلفل اسود وخلصت. احنا هنعمل شويه حاجات معاها كده عشان تديها طعم حلو. خلوها بس نشيل ايه الشوربه بتاعتنا دي. يلا كده الشوربه تمام. يلا نعمل المكرونه. طيب المكرونه هنعمل ايه؟ عايزين لها ايه؟ عايز لها بصله. خلينا نقطع الحاجات دي كلها. نشيل دولت، نشيل دولت كده، نشيل دي كمان. سكينه حاميه. عايزين البصله، عايزين بصله نقطعها ناعم خالص. طيب بصوا زي ما انتم شايفين دايما ايديا مخلب اهي، خلاص بعيدة عشان لو دي خبطت او حاجة، لو لا قدر الله تخبط في الضفر. مش عايز اقعد ارغي في الموضوع ده كتير، قلت لكم قبل كده كذا مرة، بس انا بحب اقول عشان التعويرة هنا ما بتبقى مش تعويرة لطيفة. بس انا في الاخر زي ما قلت لكم انا ميال اكتر لايه؟ دايما تبقى السكينة حامية. زي ما قلت لكم بعد شوية هبص تلاقي نفسكم بتقطعوا وانتم مش باصين ليه؟ انتم حاسين بالسكينة مش باصين للبصلة. البصله خلاص قربت تخلص، لما البصله تقرب تخلص كده ايه اللي هيحصل؟ هم قلبها كده، لما تقلب كده هم مكمل تقطيع حتى انا مش بص. لا لا سلامة صوابعك ما تقولش لا هي بس القصه كلها قصه تدريب، حاسين ان لسه في حاجات اكبر من العادي كملوا كده عادي. حلو، دي مكرونه صعيدي هتتعمل بقى كده بشويه سمنه تبقى عظيمه. ممكن تجيبوها، بصوا احنا جايبينها لكم النهارده المقاس انهي ده؟ المقاس ده ممكن ده يبقى صغير شويه، ممكن تجيبوها المقاس الاكبر حبه لو انتوا عايزينها تبقى ايه كبيره كده وماليه الطاسه او الحله. مش محتاجين اكتر من كده، كده زي الفل. هنعمل ايه؟ عندنا شوية زيت، الطاسة بتاعتنا سخنة وحلوة لسعتنا اهي. انا بحب السمنة والزبدة جدا. انت بتهزر؟ ده انا لو عليا افضل احط لك في زبدة لبكرة الصبح. بس انا لامم نفسي، لامم نفسي عشان صحتي برضه. ولو انا عايز اقول لك ان السمنة مش زي ما الناس فاكره، السمنه صحيه بالعكس. اه والله بجد بجد حقيقه. طيب الحاجه سخنه هننزل على طول وهنقلب. دي بقى يعني هو يمكن هنا اوحش حاجه فيها انها عايزه على طول ايديكوا فيها مباشره، ايديكوا على طول كده، ايديكوا على طول كده كده معاها. عايزها تاخد لون، ماشي، عايزها تاخد لون كمان ذهبي غامق، مش عايزها تاخد لون فاتح عشان لما هتتمرق يعني ينزل عليها المرقه هيفتحها فهتبقى لونها بهتين كده مش حلو. لكن لما تاخد لون ايه؟ اه احنا ما قلناش مقادير. طيب احنا المقادير بتاعتنا، انا اسف حقكم عليا، صيام بقى صيام. مكرونه، طماطم، فلفل حامي، بصل اخضر، سنه صلصه، وعندي ملح وفلفل اسود، عندي ملح وفلفل اسود وورق لورا، وبعد كده عندي الشوربه اللي باقيه عندي من اي حاجه. ليه انا ما نزلتش بالبصل الاول؟ عشان انا عايز دي تتحمر كويس. هنزل بالبصل بعدين. هنقلبها حلو، وزي ما قلت لكم لازم تبقى ايديكم فيها على طول. بس انا هدور لك على حته زبده. ما انا بدور عليها ومش تقريبا ما لسه ما عنديش هنا حته زبده، خلصت، انا خلصتها في الحلقه دي. في الثلاجه، ممكن الاقيها في الثلاجه، تصدق؟ في حته اهي. ايوه ايوه اهي. بس دي حته زبده بقى مش سمنه. اهي. اشتريت؟ يلا. حلو كده. ابتدت تاخد لون، أول ما تبتدي تاخد لون إيه اللي يحصل؟ معلم بصل اللي جنبينا ده.
هناخده زي ما هو. انزل معاها. قلب 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 قلب. انا بس عايز اقول لكم على حاجه، لو خدتوا بالكم النهارده احنا عاملين حاجه اسمها منيو انجينيرنج. منيو انجينيرنج يعني ايه؟ يعني الحلقه من اولها لاخرها شغالين بنفس المكونات بس عمالين نلفهم. يعني استخدمنا البصل في كل الحاجات، استخدمنا الجزر، استخدمنا الطماطم، الفلفل الحامي، البصل الاخضر، الصلصه، الشوربه، بس بنزود الايتم او يعني المكون اللي هو النجم بتاع الحاجه نفسها، لكن هي شغاله بكل حاجه. ودي حته لازم نبقى اذكياء فيها بصراحه دلوقتي في الفتره بتاعه التوفير اللي احنا شغالين عليها. بمعنى ان ما افضلش حاطط 100,000 حاجه وفي الاخر الحاجات دي كلها مش لايقه على بعض او الحاجات بتاعتها مش كلها مظبوطه. هتبص تلاقي جايب حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا. لا، انا بحاول استخدم في كل حلقه نفس المكونات لغايه لما اخلصها تماما. طبعا لو عايزين تزودوا بصل انا ممكن ازود بصل تاني. انا بصراحه بحبها ببصل اكتر من كده. يعني احنا هنا حطينا تقريبا حوالي 200 جرام تاكلها. هي على فكره هي مش عايز اقول لك البتاعه دي جميله ازاي، يعني دي عالميه عالميه. عايز اقول لك على حاجه، طب هقول لك على حاجه مش هتصدقها، هو الصح بصراحه، بس انا لما قعدت مع الشباب الشيفات اللي معايا بقول لهم دي الصح بتاعها يتعمل بكرشه، فقالوا لي عايز تعمل كرشه في التلفزيون. على فكره قلت لهم ما عنديش. على فكره احنا ممكن نعمل كرشه في العيد، في العيد الكبير، يعني ممكن اعمل لك شوربه كرشه في العيد الكبير. اقول لك على حاجه، والله العظيم احنا فعلا بندوق الناس لما بنعمل، نحب نعمل يعني تيست كده للناس والناس مش عارفه ايه. انا ما بقولهمش الاكل ده ايه، دايما عندي مقوله كده دايما اقولها، هو العيب مش في الاكل، العيب في اللي بيعمل الاكل. يعني الاكل كله حلو بس العيب بتاعه في اللي بيعمله، ممكن اللي بيعمله غلط، فعشان كده هتلاقي مش كل. لا دي شاطره جدا. هحط شويه فلفل اسود. نبتدي دلوقتي ننزل بايه بقى؟ ننزل بورقه لورا اهي، ما نزلناش بيها من الاول عشان ما تتحرقش، هتفضل تحمر جامد وهنا درجه الحراره عاليه. ورقه كمان. طبعا انا بشكر كل زملائي اللي في الاستوديو، الساده المصورين والمخرج والناس اللي شغاله معانا بصراحه، اللي مهدوده واقفه في الصيام وفي الريحه العالميه دي وهما سامعين الريحه شامين وكل حاجه واقفين وانا بصحيهم من بدري كمان. فشكرا ليكم على المجهود العظيم اللي انتم بتعملوه ده بجد. انا مش عايز انزل بالفلفل دلوقتي، الفلفل الحامي ده هنخليه حبه، لسه ما خدتش اللون اللي احنا عايزينه، لسه عايزها اغمق من كده شويه. مش هنزل بال، شايفين معلقه صلصه، معلقه يعني معلقه صغيره قد كده، شايفين قد ايه؟ حته صغيره جدا. بس هنزل بيها بس بعد ما تحمر كويس. لو نزلت دلوقتي هتلونها بسرعه وهتتحرق. زي ما قلت لكم تقدروا تعادلوا الحموضه بتاعت الصلصه بمعلقه صغيره سكر. بس انا بحب الحته الاسد بتاع الطماطم دي، انا بحبها. عندي طماطم، شيل الطبق ده. ممكن اقطع شويه البصل الاخضر دولت عشان دولت هنحطهم كده على الوش.